تابعت الموسم الأول من مسلسل ون بيس الواقعي، خلوني أعطيكم انطباعي وتقييمي بدون حرق. قصته بكل اختصار عن القرصان الشاب لوفي اللي يجمع طاقمه عشان يدور على الكنز الأعظم ويحقق حلمه ويصير ملك القراصنة. أول شيء، أنا كعبد العزيز ما تابعت الأنمي ولا أعرف القصة ولا الشخصيات ولا أي حاجة، وهذا المسلسل الواقعي دخلني في أجواء القصة وقدم لي سرد ممتع وعرفني على الشخصيات وأهدافها ومبادئها. ناخذ بعين الاعتبار أنه تحويل الروايات والألعاب والأنمي إلى فيلم أو مسلسل يفقد العمل جودته، غالبا تعتبر مخاطرة، لكن برأيي أن صناع المسلسل الواقعي قدموا أفضل ما عندهم واشتغلوا على المؤثرات واختيار الشخصيات عشان يطلعوا بأفضل صورة وما يجيهم انتقاد من عشاق الأنمي. للأمانة الموسم الأول خلاني أتحمس أني أتابع الأنمي، منتظر الموسم الثاني على أحر من الجمر. نعم في أخطاء وتضره في التقييم، لكن ما تضرك أنت كمشاهد في المتعة. المسلسل موجه لجميع الأعمار، في لقطة واحدة ما أعرف إيش الهدف منها. على العموم يتكون من 8 حلقات وتلاقوه على منصة نتفليكس. وأخيرا تقييم الشخصي للموسم الأول من مسلسل ون بيس الواقعي هو 8.5 من 10، وانتوا اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. سلام.